وصل اليوم أو أمس وصل نعم. نعم وبدأ الآن المرحلة الأخيرة يعني. طبعا التقرير يتكلم عن كل مباراة ودية آخر مباراة ودية تسبق الدخول لكأس العالم. احنا الآن عندنا مباراة ودية مهمة مع ألمانيا. المؤكد انه بيلعب المدرب الارجنتيني المدرب الأورغواني بيتزي بيلعب بالتشكيل الاساسي لانه اخر مباراة غير وبرر سبب عدم اللعب بالتشكيل الاساسي. اوكي لو رجعنا يمكن المنتخب حتى في التقرير ذكره يمكن العام 1994 لما كان المدرب الارجنتيني خورخي سولاري يس اخذ فتره طويله يعني في تدريب المنتخب. كان تفريغ اتذكر تفريغ فتره طويله ومباريات وديه وكان اعداد ممتاز مع باكيت 2006. حتى التقرير قال انه اخر مباراه المباراه اللي سبقت اللي الوديه يعني كانت هي نفس التشكيل 100%. فبينما في بطولة أخرى لا يعني واضح أهمية الانسجام وهذا اللي احنا نتكلم عنه بالنسبة للمدرب. مدربنا كبير مدرب يعني لا حد يعني يقلل منه مدرب عالمي. مرحلة الإعداد مرحلة ممتازة مدرب جدا مدرب منتخبنا بس انت قلت أورغواني في البداية أرجنتيني اي نعم أرجنتيني. مرحلة الإعداد ممتازة المباريات الودية ممكن واحد يقول والله ليش نلعب آخر مباراة مع ألمانيا ممكن ننهزم وتأثر علينا. لا مو بالهدف هذا. الهدف أنك أنت تقدم وتستفيد للمونديال هذا الأصل. فلذلك أنا أقول أنه حجم التفاؤل فيش لما يكون عندك مدرب متميز ومرحلة إعداد متميزة عندك لاعبين جيدين. أنا أقول طبعا يمكن في بعض الأشياء اللي بحكم وصول مدرب متأخر أو أشياء لكن بإذن الله مع الثقة اللي تطرحها هيئة الرياضة والجماهير السعودية وعدم وجود الأشياء اللي كنا نسمعها في السابق ليش ما لعب هذا لعب هذا يعني أنا أشوف أن المنتخب السعودي صراحة يعيش استقرار بإذن الله صحيح. استقرار مهم جدا قبل الدخول يعني شيء مثالي ممتاز. خلينا نروح إلى ليفربول.